أهلا بكم، نواصل في حلقة اليوم من الحدث المغربي تغطيتنا الخاصة لطبول الحرب التي تقرع في مالي والحسابات الغربية والجزائرية والمخاوف المثارة في المنطقة من تداعيات التدخل العسكري الوشيك بدعم أمريكي وفرنسي في شمال مالي. شمال مالي الذي تسيطر عليه جماعات إسلامية مسلحة يطرح بالأحرى وجودها وتعاظمه في المنطقة الكثيرة من الأسئلة نحاول التوقف عندها اليوم. معنا في الاستوديو عبد الله أنس الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية. عبد الله أنس مرحبا بك. طبعا اسال المجرب وما تسالش الطبيب، وانت ربما تجمع الجانبين المجرب والطبيب. كنت في افغانستان في بدايه ما اعتبر حينذاك جهادا ثم جدل كبير حوله ربما نتحدث عنه. ربما ايضا الى جانب ذلك انت تقدم دروس في معهد مشهور في لندن، كليه الدراسات الشرقيه سواس والافريقيه، لنخبه من الدبلوماسيين من رجال القرار في الغرب. يعني لن أذيع سرا لو قلت هذا، لو سألوك عبد الله أنس في هذا الكورس ماذا يحدث في مالي؟ لماذا مالي مثلا مركز الآن جذب لجماعات يعني مثل التي تنشط في أفغانستان، جهادية تسمي نفسها أنصار الشريعة، أنصار الدين، جماعة الدعوة والقتال، القاعدة وإلى غير ذلك؟ أشكرك على الاستضافة أخي جمال. يعني لعل من أول ما بدأت أتابع حلقاتكم الإفريقيا وطبول الحرب، والآن يعني بدأ الشبه مؤكد أن المثل الذي كنا نعرفه في الجزائر ونردده كلنا، ذاك الذي قيل له أن النار راهي في ولايتكم، فقال تخطي قريتنا، وقال بعدين قالوا له راهي في قريتكم، قال تخطي الشارع اللي رانا فيه، قال له راهي في الشارع اللي راهي فيه، قال تخطي دارنا، قالوا راهي في داركم. يعني معناه هذا فعلا يعني الخوف الان يعني الان فعلا الان فعلا فعلا يعني ما الازمات الدوليه ذات الطابع الدولي التي كنا، وهي غالبا ما تاتي بخراب بعدها. يعني هذه الكونفليكت النزاعات الدولية غالبا لها عدة مواصفات. الصفة الأولى أنها ليست سريعة الحل كالديزيز كالأمراض، عندما تركب في الجسم إذا أصيب بها المرض خلاص تصير يعني تصير مرض مزمن تبقى معه ولن تحل. يعني تبقى الأمور هكذا، ممكن تجيب عقود وهي تستنزف المنطقة واستقرارها وأمنها وسلامتها وثقافتها وتاريخها وجغرافيتها. غالبا هذا الطبع من الأزمات يعني طبع خطير جدا، وهو الآن ما لسنا محظوظين أنه كون تطرق أو تقرع هذه الطبول، طبول الحرب في 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 منطقتنا. وبشكل يعني بلفتة سريعة وبسيطة نحاول أن نربط يعني العناصر التي تشكل هذا الصراع بالعناصر التي شكلت هذا الصراع في المنطقة في آسيا، وعلى وجه التحديد بين باكستان وأفغانستان. يعني لو نظرت إلى عناصر الصراع لوجدتها كلها توفرت هناك. العنصر الأول حكومة عسكرية، يعني الجيش الباكستاني العسكري يتحكم في الأمور بعيدا عن المجتمع المدني، بعيدا عن القانون، بعيدا عن الدستور، بعيدا عن الأحزاب السياسية. وأنت تعلم مجرد برويز مشرف كقائد للأركان عندما في سنة 99 قبيل الحرب على 11 سبتمبر، عندما أقال الحكومة المنتخبة بقيادة الرابطة الإسلامية بقيادة نواز شريف، وكانت التهمة طبعا الجميع يذكرها أنه أصبح خطر على المؤسسة العسكرية وعلى أمن باكستان وعلى استقرارها وعلى سياستها. فكانت هذه التهم من الجنرال برويز مشرف
للحكومة المنتخبة. فدائما الصفة الأولى، العنصر الأول، أن هناك مؤسسة عسكرية تدعي الوصاية على المجتمع. يعني أنت تشبه، هل تشبه، وربما حتى هذا التشبيه الذي يخيف الكثير من الجزائريين، الجزائر بباكستان وشمال مالي بأفغانستان؟ أنا فقط أريد أن أستحضر بحكم خبرتنا، بحكم تجربتنا بهذا، نريد أن نستحضر ونربط بين العناصر. أولا، الذي يدعي الوصاية على الملف هو مؤسسة عسكرية، الجيش الباكستاني في باكستان، وعندما أقال الحكومة الشرعية وصفها بأنها أصبحت خطر على الاقتصاد وعلى الأمن وعلى المصالح العليا لباكستان. الآن بعد مرور 11 سنة لا يستطيع، لا يختلف اثنان على أن من الذي كان، لأنه الحال باكستان الآن، باكستان يعني دولة فاشلة، يعني دولة فاشلة، يعني معناه التهم التي كالها قائد الأركان برويز مشرف للحكومة المنتخبة بقيادة نواز شريف، الآن ورثتنا باكستان الآن أربع أقاليم: إقليم السند بعاصمته كاراتشي، إقليم البنجاب عاصمته لاهور، إقليم الباتان عاصمته بيشاور، وإقليم البلوش عاصمته كويتا. تقريبا باكستان تكاد تتفكك جماعات منها. العنصر الثاني أيضا الذي يخيف، ألا وهو عنصر جماعات مسلحة باسم الجهاد، وطبعا على رأسها القاعدة. هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة، العنصر الثالث اللي هو التواجد الأمريكي والقوات الغربية. هذه العناصر الثلاث، إذا لا أظن أن الحلقة تتسع للمرور يعني خطوة خطوة وملف ملف إلى الكوارث خلال 11 سنة التي مرت في باكستان. ما هو الدمار الهائل الذي خلفته هذه العناصر الثلاث؟ قاعدة، محاربة من قبل الأمريكان، المجتمع الدولي وعلى رأسه الغرب وأمريكا، وحكومة عسكرية تعقد في الكواليس اتفاقيات بعيد عن المجتمع، بعيد عن القانون، بعيد عن الأحزاب السياسية. النتيجة كارثية. ولكن هناك من يقول الأمر مختلف، يعني هناك رئيس في الجزائر منتخب، هناك أحزاب، هناك برلمان، هناك أمور تختلف. ثم أن شمال مالي لا يشبه جغرافيا ولا ربما جيوستراتيجيا أفغانستان. هو 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 يعني لا نريد أن نشبه الأمور يعني 100%، وإنما يعني يكفي أن تشبه العناصر التي تتحكم في هذه العناصر. العنصر فيه حكومة غير شرعية في الجزائر، في حكومة غير شرعية في الجزائر. هناك من يقول حكومة منتخبة، هناك رئيس يقول ما منتخب، برلمان، وحكومة، شوف أخي جمال، صحافة حرة. شوف أخي جمال، احنا هنا نريد أن نضيف عنصر رابع في المعادلة. لا نريد أن يتم تهميش هذا العنصر الرابع، ألا وهو عنصر المواطن الجزائري يجب أن يتحرك لحماية مصالحه. الحكومة التي الآن تتحرك وتعقد الاتفاقيات مع الأمريكان ومع الأوروبيين حكومة ليست شرعية، وبالتالي ليست مؤهلة. في هذا الملف، في هذا الموضوع بالذات، حتى وإن اختلف ربما المواطن مع الحاكم مع المحكوم، هناك اتفاق. إذا الأمر يتعلق بالوحدة الترابية الجزائر، بأمن الجزائر، ربما محتم عليه من يلتقيها. هنا هذه الخطورة، هنا هذه الخطورة. من يحدد وحدة التراب الجزائري؟ هل يحددها هم قالوا عن أنفسهم نظام طابجنانو، يعني مثل ما يقال عليه الآن، يعني نظام فاقد للشرعية، نظام الانتخابات التي أقدم عليها في تاريخ 10 ماي بشهادة القاصي والداني أنها لم تأتي بالشرعية إلى النظام القائم في الجزائر، الرئيس مريض، الدولة مفلسة، برلمان المؤسسة التشريعية مفلسة، عنده 200 مليار دولار يا رجل. لا لا، أقصد مفلسة من ناحية الشرعية، ليست مفلسة من ناحية المخزون المالي. فإذا لا يمكن لأحد أن يعقد اتفاقيات مع نظام غير شرعي متهلهل، وأن هذه الاتفاقيات سواء عقدتها أوروبا أو عقدتها أمريكا على أمن القومي، على مصالح العليا للجزائر، يجب فهي لا. طبعا أنا عبد الله أنس لو تكرمت ينضم إلينا الآن عبر الهاتف
رئيس مكتب أوروبا للحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمكلف بالإعلام ينضم إلينا من فرنسا موسى أغ الصريد. مسيو موسى بونسوار. Bonsoir, messieurs. Premièrement, comment expliquer le recul des Azawad, de votre mouvement, c'est non la défaite des Azawad et maintenant la présence des islamistes, c'est non l'occupation comme quelques Azawad le qualifiaient des islamistes au nord du Mali. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Je vous entends. Votre question, s'il vous plaît. Comment expliquer le recul, sinon la défaite des Azawad, de votre mouvement face aux islamistes en nord du Mali? Notre mouvement, le MNLA, le Mouvement National de Libération de l'Azawad, défend le peuple de l'Azawad et nous avons le souci de la population. Donc nous sommes en train de travailler sur notre stratégie pour protéger le peuple de l'Azawad et nous avons des étrangers qui sont actuellement sur le territoire de l'Azawad et qui n'ont pas le droit en fait d'imposer quoi que ce soit par rapport à notre peuple qui est composé de plusieurs communautés, pas seulement des Touaregs et pour lequel nous voulons le bien, pour lequel nous voulons qu'ils choisissent le destin qui est le sien sur le territoire de nos ancêtres et vivre librement et vivre de façon digne aussi. Nous sommes massacrés depuis 50 ans et aujourd'hui, il faut que ça cesse et il faut que l'on vive, nous aussi, notre droit à la vie, notre droit à l'éducation, à la santé sur notre territoire. Est-ce que vous êtes favorable à l'intervention militaire au Mali, au nord du Mali? Non, nous ne sommes pas favorables à une intervention militaire étrangère parce que tout simplement nous pensons que c'est au MNLA, c'est aux Azawadiens, donc le MNLA, de combattre les groupes narcoterroristes étrangers qui sévissent actuellement dans l'Azawad. Donc une intervention étrangère, ce serait le chaos, ce serait un génocide. Et dans tous les cas, ces gens ne connaissent pas les territoires, ne connaissent pas la population et ne connaissent pas aussi les groupes, leur façon d'agir. Et il faut une stratégie des guérillas. Il faut une stratégie des guérillas, il faut une complicité avec la population. Et nous, le MNLA, nous avons tout cela. Et c'est à nous donc de mener cette guerre et nous avons besoin de matériel, nous avons besoin donc de logistique, nous avons besoin d'aide en communication aussi et le renseignement. Est-ce que vous êtes prêt pour cette aide d'une algérienne ou même française, américaine? L'Algérie, pour nous, est un pays frère et ami. Depuis toujours, il a secouru à nos frères et sœurs qui sont allés lui demander secours. Donc, c'est important qu'aujourd'hui, l'Algérie continue à nous soutenir. Et cela, il l'a fait à plusieurs reprises. Et encore une fois, je pense qu'une intervention étrangère, quelle qu'elle soit, n'est pas la bienvenue. Et les pays voisins de l'Azawad, comme l'Algérie, le Niger, le Burkina Faso, la Mauritanie, voire même le Mali, peuvent apporter leur contribution afin que le peuple de l'Azawad, dans toute sa diversité, puisse vivre et, en toute sécurité, et puisse bouter hors du territoire les groupes narco-terroristes. Parce que déjà, nous pensons que même le mot islam, il ne faut pas les raccorder, c'est là. Parce que l'islam est une religion de tolérance, est une religion de paix, et pas ce que nous voyons aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui sur notre territoire. Comment expliquez-vous l'intérêt français et américain? Il y a certains pays qui s'accrochent encore au Mali, mais nous pensons que le Mali a échoué dans la protection de la population, il a échoué dans le développement de l'Azawad, il n'a pas été capable de protéger le peuple face à Al-Qaïda au Maghreb islamique qui sévit depuis 12 ans. Et donc aujourd'hui, s'il y a des peuples, s'il y a des nations qui veulent soutenir les Azawadiens, il y a
d'autres façons que d'intervenir militairement et de soutenir une armée étrangère de la CDAO ou du Mali. موسى آغ الصريد رئيس مكتب أوروبا للحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمكلف بالإعلام كنت معنا عبر الهاتف من فرنسا شكرا جزيلا لك عبد الله أنس طبعا بالعودة إلى موضوع الجماعات الإسلامية السيد صريد من كان يقول بأنه لو كانت لدينا عتاد كان لدينا مساعدة لتمكننا من دحرها ولكن هذه الجماعات لو حاولنا تفسيرها يعني كيف ما الذي يجذب فيها يعني من جانب العقائدي من جانب الحركي ما الذي يجذب مثلا شاب وهناك تقارير موثقة الآن تتحدث عن وجود نساء ورجال من أوروبا يعني حتى عايشين في لندن وراحوا من باريس وحديث حتى أنه جاءوا من أفغانستان يعني بعض الناشطين ينتقلون الآن من أفغانستان إلى شمال مالي ما الذي يجذب شخص يذهب إلى في اعتقاده يلتحق بالقاعدة أو بأي تنظيم آخر ربما وفي ذهنه ذاهب إلى الجهاد ما الذي يجذب؟ كيف تفسر ذلك؟ هذا ما كنت أريد الإشارة إليه قبل حديثك مع ضيفك من فرنسا كنت أريد أن أتحدث عن يعني العناصر التي أدت إلى الخراب في, في, في باكستان وأفغانستان هي نفس العناصر الآن انتقلت إلى الجوار الجزائري والتي باتت تهدد أمننا القومي ومصالحنا العليا لكن هنا فقط أريد أن أؤكد على مسألة أخرى أن هناك عنصر رابع يجب أن يدخل المعادلة ألا وهو العنصر الجزائري العنصر المواطن الجزائري المفكر والإمام والمصلح والسياسي والأكاديمي لا يجب أن يبقى متفرج في الأحداث لأنه لا أحد يقوم بالنيابة عنه في تحقيق أمنه وفي تحقيق مصالحه فبالعودة إلى العناصر عندما أقول لابد من إدخال العنصر الرابع ألا هو حتى يفرض شروطه ورؤيته لطبيعة اللاعبين ويفرض عليهم الرؤية التي هو يراها فمثلا اللاعب الأول متمثل بالحكومة بالعسكر عندنا يعني اللي هو المؤسسة العسكرية المؤسسة العسكرية مع النظام القائم الآن نقولها بصراحة حكومة ونظام فاشل لا يستطيع أن يلعب أن يكون أمين على تحقيق مصالح العليا المصالح الجزائر العليا وهو فاقد للشرعية وبالتالي أي اتفاق يعقده مع الأوروبيين أو مع الأمريكان فذلك الاتفاق لا يزيد عن هناك من يقول ليس هناك اتفاق بالعكس أنه الجزائر رفضت يعني المساعدة الانخراط التورط في هذه الحرب شوف أخي جمال مثل ما بحسب ما رشح ما تسرب من لقاء الرئيس بوتفليقة شوف أخي جمال لا نقف عن الشكليات نحن نقف عن الجوهر نقف عن أصل الأمور الجزائر سواء بموافقتها أو برفضها كل ذلك يكذب عليك كاذب أن يقول لك هذا جاء بناء على تصويت في البرلمان يعني الامتناع أو التأييد أو الانخراط لا صلة له بالحياة السياسية في الجزائر ولا بالبرلمان ولا بالقانون يعني هذه كلها تسريبات تخرج من المؤسسة العسكرية عن طريق بعض المدنيين وافقنا ما وافقنا لا وافقنا على الطيران أنا أتكلم عن اللعبة بحد ذاتها أتكلم عن مشروعية هذه الخطوات ولكن المشروعية هذا الرئيس يقول بأنه رئيس منتخب يعني رئيس انتخبه الشعب وهو رئيس القائد الأعلى للقوات وهو القاضي الأول في البلاد ومن حقه أن يتحدث باسم الجزائريين ما نش عارف إذا تتكلم عن الشعب الجزائريين يعرفون الشعب الجزائري يعرف الشرعية ويعرف الانتخاب يشوف إذا تبيع كلام للخارج بيع كما شئت لكن إذا كانت تتكلم عن الجزائر الشعب الجزائري يعرف ويعرف كيف تدار الأمور ويعرف حكومته ويعرف شرعيتها لكن هنا أعود بالعودة إلى ما سألت عنه فالعنصر الثاني وأنت سألت ما الذي يذهب يعني بشاب يأتي من أوروبا ويترك حتى من الجزائر ومن الجزائر ومن غيرها فهنا المسألة من شقين أخي جمال الشق الأول هو المتعلق بالعواطف وبالصدق وبالنوايا المخلصة يعني لا شك أن هناك نوايا مخلصة يعني حبا يعني واحد يحس بالإهانة للإسلام
يعني تدفعه الغيرة للدين، أنه يحاول أن يدفع عن هذا الدين، أو واحد رغبا في الأجر، رغبا في الشهادة، وكلنا كذلك. يعني ما ذهبنا إلى نجاهد في أفغانستان ولم نندم على ذلك، وإن شاء الله نرجو الله أن يرزقنا الشهادة حتى لو يبقى يوم في واحد في أعمارنا. هذه الأمور لا مراجعة فيها، لا مراجعة فيها. الجهاد والاستشهاد، الجهاد ماض إلى يوم القيامة، لا يبطله عدل عادل ولا جور جائر. يعني فهذه مسألة مفروغ منها، والناس يتعثرون. أنت ربما أحيانا تقف على أنشودة في الإنترنت، ولا تقف على موعظة أو خطبة تجعل عواطفك الدينية تلتهب وتذكرك بالله. فإذا هذا الجانب المتعلق بالنوايا الصادقة والمخلصة، ولكن النوايا الصادقة والمخلصة في عملية ملفات معقدة فيها تدخلات مخابراتية محلية إقليمية، صراع تهريب، صراع مخدرات، صراع أقوام، صراع أعراق، صراع مصالح دولية، صراع بترول، وخاصة أنت تتكلم ما تنساش أنت يعني تتكلم عن منطقة يقال في بعض الدراسات أنها هي منطقة الجذب المستقبلي. ناهيك عن البترول، ناهيك زيادة عن اليورانيوم، عن الذهب، ما إلى ذلك. فالأنظار كلها متجهة إلى تلك المنطقة. فتعقيدات مثل هذه لا تكفي فيها النية الصادقة، لا تكفي فيها حب الأجر، وإنما لابد فيها من بصيرة سياسية، من ضوابط شرعية، حتى يكون الأداء هذه النوايا الصادقة تكون تخدم الدين فعلا وتخدم الأوطان. وهذا لحد الآن وإلى إشعار آخر الأداء هذا غير موجود، وسنتحدث عنه. سنتحدث عنه بعد الفاصل. يبقى معنا عبد الله أنس، فاصل قصير ثم نعود لمواصلة النقاش. الجزائر، الغرب، وطبول الحرب في مالي. أهلا بكم مجددا إلى الحدث المغربي، يأتيكم مباشرة من قناة المغربية في لندن. نناقش فيه، نسلط الضوء على طبول الحرب التي تقرع في شمال مالي، جنوب الجزائر، والحسابات الجزائرية والحسابات الغربية. معنا في الاستوديو عبد الله أنس، الخبير في الجماعات الإسلامية. عبد الله أنس، كنا نتحدث عن هذه الجماعات الإسلامية في شمال مالي. طبعا التحرك الأمريكي والفرنسي معلن ولدعم جنود أفارقة لطرد ما يسمونه المتطرفين، القاعدة والجماعات الإسلامية المسلحة التي يرونها بأنها تشكل تهديدا. النقاش حول طبيعة هذه وعوامل جذب هذه الجماعات لشباب، بينهم ربما شباب جزائري. كنت تشير إلى الجانب ربما العاطفي في الموضوع، ولكن أيضا نشرت إلى الجانب المخبري إن صح التعبير. يعني هناك مخابر تلعب في الموضوع، أليس كذلك؟ يعني هذا ما أريده، لأنه هذا يعتبر من أكثر الملفات يعني الشائكة المتداخلة، لأنه فيها صدق نوايا وفيها ألاعيب دنيئة. وهذا ما نشأنا هنا لا أحلل، يعني هنا نحن وقفنا على أمور كثيرة فيها هذا الشيء الذي تشير إليه. يعني فعندما أنت يأتيك الشاب كما قلت لك، يعني هو كله عواطف دينية وصادقة، ولكن أنت الذي يتربص به وتعقيد المسألة، نضجه، تجربته في الحياة، إدراكه لمقاصد الشريعة، فهمه لفقه الأولويات، فهمه لفقه المآلات، هذه العوامل وهذه العناصر كلها لا تؤهله بأن يحتفظ بصدق نيته دون أن تنحرف إلى ألاعيب أخرى. وبالتالي حسب تجربتنا البسيطة نقول لها، يعني وتجربتك ليست بسيطة، يعني لن أذيع سرا، أنت كنت من يعني من مقرب من شيخ المجاهدين العرب في أفغانستان وصهره كذلك عبد الله عزام، يعني لن أذيع سرا، يعني وتعرف تفاصيل تطور ما يسمى الجهاد والحركات الإسلامية جيدا، وتعرف الفاعلين بالأسماء وبالتواريخ. نعم، هذا ربما ليس محل سرده الآن، لكن فقط أريد أن أشير إلى مسألة. لو كانت لي من نصيحة فسأقول لهؤلاء الشباب، ضعوا أسلحتكم، لا تعطوا المبرر للنظام الشرعي لأن يتاجر في
بأسمائكم من أجل الوصول إلى تحييد وتهميش المجتمع الدولي عن التخلي عن ركب الثورات العربية الآن، يريد أن يعلق شماعته على أي إشكال، على أي مخاطر. وفي نفس الوقت أيضا الأمريكا أو الغرب ليس أخوكم في الله، هؤلاء في النهاية يعني أمريكا من أجل مصالحها مستعدة أن تصير كلب مسعور، سامحني على هذا التعبير، ومن أجل مصالحها يمكن أن تكون حمل وديع. فأذن في النهاية هذه ليست أختك في الله، أمريكا وأوروبا اللي همها مصالحها. وإحنا لحد الآن وإلى إشعار آخر لا نثق، أقولها بملء فيه، لا اعتماد لنا على هذا النظام الجزائري أنه مؤهل في أن يحقق مصالحنا. نظام ضعيف داخليا، نظام ضعيف خارجيا، لا شرعية له. فإذا في ظل هذه المعادلة المعقدة أقول ندائي لكم أيها الشباب، لا تزيدوا الطين بلة بصدق نواياكم، لأنكم قد تكونون جزءا من هذه المعادلة التي يراد بها تدمير الجزائر في المستقبل. وهناك شق شرعي، وهناك شق نعود سياسي. نعود إليه لو سمحت، إلى هذا الشق السياسي. يبقى معنا، ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من المغرب دكتور محمد ظريف، المختص في شؤون الجماعات الإسلامية. طبعا هذه الجماعات هي جرس الإنذار الذي تقرعه، والطبول التي ربما تقرعه الولايات المتحدة وفرنسا بشكل خاص دكتور ظريف، لتبرير دعمها لحملة عسكرية في شمال مالي. هذه الجماعات أسئلة كثيرة تطرح حولها، كيف يمكن مقاربتها دكتور ظريف لو تكرمت؟ بكل تأكيد أن الحسابات جد معقدة فيما يتعلق ب هذه الدعوة لتدخل عسكري. تحركت الولايات المتحدة وبعثت وزيرة خارجيتها إلى الجزائر، هناك موقف فرنسي يدعو إلى ضرورة التدخل، وقد يتوقف المرء عند هذه النبرة الجديدة، لأن الولايات المتحدة منذ مدة هي لا تتحدث عن الأوضاع ولم تبدي أي رغبة في تدخل عسكري. لماذا الآن؟ هناك من يرى بأن المسألة مرتبطة ببحث الإدارة الأمريكية عن نصر رمزي، لأن المعركة محسومة إذا كان هناك تدخل عسكري، محسومة على المدى القريب، لأنه بإمكان القوات غرب إفريقيا طرد يعني مجموعة من الجهاديين من مدن شمال مالي، ولكن من الصعب القضاء عليهم. لذلك هناك من يربط الآن هذه الدعوة الأمريكية بحسابات انتخابية ضيقة، وكذلك بالبحث عن نصر رمزي بعد مقتل السفير الأمريكي في بنغازي، ومن يربط الموقف الفرنسي الآن برغبة باريس في توجيه الأنظار عن ما كانت تهدد به سوريا وما تهدد به بشار الأسد من أنها ستتدخل حتى وإن اقتضى الأمر بمفردها. وطبعا هذه المصالح الآن الغربية ولا يعتبرها الكثيرون جدية، لأن الغرب بشكل عام استفاد من تجاربه في أفغانستان وفي العراق، لذلك هو يبحث عن أن تكون هناك حرب بالوكالة. لذلك هو يضغط على دول غرب إفريقيا أن تنخرط في هذه الحرب، ويدرك مسبقا بأن هذه الحرب لن تخوضها دول غرب إفريقيا بدون موافقة جزائرية. طبعا عندما نقول بدون موافقة جزائرية، هذا لا يعني أن الجزائر مدعوة للمشاركة بشكل مباشر في هذه الحرب، ولكن السؤال الذي يظل يفرض نفسه، هذه الجيوش وكانت يعني جيوش دول غرب إفريقيا المدعومة من الغرب، من ستحارب في منطقة شمال مالي؟ هل ستحارب القاعدة؟ أم هل ستحارب الحركة الوطنية لتحرير الأزواد؟ أم جماعة أنصار الدين؟ أنا أعتقد بأن الوضع يقتضي نوعا من يعني التمحيص والتحري والتروي، لأن الحديث عن اتجاه نحو أفغانة المنطقة وحديث مبالغ فيه، لأن الظروف التي استفدت منها
القاعدة في أفغانستان بتحالفها مع الطالبان والدعم الذي حظيت به من باكستان في البداية، ثم بعد ذلك الدعم الذي حظيت به القاعدة من طالبان باكستان. هذا الوضع يختلف، لأن القاعدة في شمال مالي لا تحظى بدعم أي دولة من دول الجدار، بل أعتقد بأن حتى هؤلاء الذين يتحدثون عن قوة القاعدة في شمال مالي هم يتناسون بأن قادة الجماعة السلفية للدعوة والقتال سابقا اضطروا إلى البحث عن ملاجئ في شمال مالي بعدما تم تضييق الخناق عليهم. أنا أعتقد بأن هناك العديد من الحسابات التي تتجاوز الجماعات الإسلامية، بمعنى آخر أن الآن دول غرب إفريقيا بالخصوص هي تتخوف من المد الانفصالي أكثر مما تتخوف من مد ما تسميهم بالسلفيين الجهاديين. إذا استحضرنا الخريطة الآن أمامنا سنجد بأن نيجيريا مهددة بوكو حرام، رغم أنها تطالب بإقامة أو دولة إسلامية، ولكن في الحقيقة يتدعو إلى تكوين هذه الدولة الإسلامية في شمال نيجيريا. نفس الوضع موجود في الكوت ديفوار. الكوت ديفوار عملية الآن منقسمة بين شمال مسلم وجنوب مسيحي. هناك تخوفات فيما يتعلق بظهور هذه يعني تكوين دولة أو دولة مستقلة في شمال مالي. لذلك أنا أعتقد بأن الحديث الآن عن حرب تجاه ما يسمى بالإرهابيين في خلط للأوراق، لأن حتى هؤلاء الذين الآن ينعتون بكونهم إرهابيين وفي حقيقة سكان المنطقة كانوا يشتغلون في كتائب القذافي، وعندما انهزم القذافي طيب ربما دكتور داريف هناك من يقول ربما هذا ينطبق على أنصار الدين، على ولكن بالأحرى على حركة التحرير الأزواد، بينما أنصار الدين لهم رأي آخر، يعني ينقل عليك ما ربما بالفرنسية، أنا ما أعتقد تتقن الفرنسية، هذا المتحدث باسم سندولد بوعمامة البورت بارول أنصار الدين يقول نو سوم ديجا انيميغا اسلاميك الى افغانستان دي طالبون ان اوتر موديل، يعني انه نحن اماره اسلاميه والنموذج الافغاني والطالبان هم نموذجنا، هم يعلنون ذلك. يعني هم انا دائما اقول بانه في منطقه الساحل هناك ثقافه محافظه، واحيانا يمكن الفصل بين العناصر الثلاثه المتداخله، عنصر القبيلة وعنصر العقيدة وعنصر الغنيمة. أنا استمعت إلى ما قاله الأستاذ الفاضل الكريم في الأستوديو، هو كان يشير إلى المعطى المتعلق بالعقيدة، ولكن هناك جوانب أخرى تدفع الناس، هناك دافع الغنيمة وهناك حرك قبلي. لذلك عندما تحدث مثلا عن جماعة أنصار الدين فهذه الجماعة يحضر فيها أو يتدخل فيها ما هو قبلي بما هو ديني، وفي التالي عندما تتحدث الجماعة عن إمارة إسلامية فهي تتحدث عن إمارة إسلامية في منطقة محدودة، بمعنى في شمال مالي، لأنها أعلنت منذ البداية أنها تريد إقامة دولة مستقلة. ولا ننسى بأن زعيم جماعة أنصار الدين وهو إياد غالي كان سنة 1993 ذات توجه انفصالي، بحيث أسس ما سمي آنذاك بالجبهة الشعبية لتحرير الأزواد، وكان يطالب بإقامة دولة مستقلة في الشمال. الآن غير توجهاته، ولكن علينا لا نفصل هذا التداخل بين الرغبة في تكوين دولة مستقلة للأزواديين يكون عماد هو الدين الإسلامي. طيب في الأخير، طبعا الحديث عن أفغانستان يخيف الكثيرين، ليس في الجزائر فقط، الجارة موريتانيا في المنطقة، يعني المنطقة المغاربية، المخاوف أن تتحول إلى قاعدة القاعدة، يعني شمال مالي يتحول إلى قاعدة القاعدة بالأحرى، ويصبح مركز جذب للجهاديين للمنطقة، ما رأيك؟ هو إذا استحضرنا يعني المجالات أو الفضاءات السياسية التي دخل الجهاديون سنجد بأن هناك قاعدة عامة، وأنه كلما كان هناك غياب للدولة أو ضعف لمؤسساتها تحضر تنظيمات سواء كانت مرتبطة بالقاعدة أو بغيرها. علينا أن لا نتجاهل بأن
مثلا حركة أو جماعة التوحيد والجهاد قبل أن تلتحق بالقاعدة في العراق استفادت من ضعف أو على الأقل الشلل الذي أصاب الدولة العراقية القاعدة تطورت في أفغانستان، لأنه كان هناك ضعف للدولة. نفس الوضع الآن نعيشه في الصومال، نعيشه في اليمن، لأن الدولة هشة. وعلينا أن نستحضر مسألة أساسية، القاعدة لم تأتي الآن لتحتل شمال مصر. الشمال المغربي كان فضاء لا يعرف معنى السلطة ولا يعرف معنى الدولة، وكانت المجموعات القبلية والدينية هي التي تقوم وتوفر للناس حاجياتهم، لأن الدولة كانت معزولة أو السلطة كانت منحصرة في العاصمة باماكو. الحركة الانفصالية ظهرت منذ الستينيات، لذلك أنا أعتقد بأن المبالغة في الحديث عن تنظيمات إرهابية تقوت لا، الأمر يتعلق بضعف الدولة. وفي لحظة من اللحظات الاتحاد الأوروبي نفسه أدرك لا فائدة من تدخل عسكري لمقاومة التنظيمات المتطرفة، وبلغ مقاربة لا أدري هل سيستمر فيها أم لا، وهي ضرورة تقوية بنية الدولة وتقوية السلطة، لأنه كلما كانت هناك دولة قوية وسلطة حاضرة إلا وتمكنت على الأقل من احتواء التنظيمات المتطرفة. أريد فقط أن أذكر بمسألة أساسية، وحسابات معقدة، وكل طرف الآن في المنطقة حتى بالنسبة لدول الجوار، يعني أتحدث مثلا عن مالي أو عفوا أتحدث عن موريتانيا، كل دولة لها حساباتها، وبتعبير آخر كل دولة تبحث عن شرعية. محمد ود عبد العزيز في موريتانيا وأعلن الحرب ضد القاعدة ودخل بقوته إلى مالي لمواجهتها، ليس حب في مواجهة الإرهاب ولكن بحثا عن شرعية مفتقدة، لأنه قام بانقلاب عسكري وأسقط نظاما ديمقراطيا منتخبا وحاول أن يبحث عن شرعية بديلة. نعرف الجزائر، السلطة الجزائرية شرعيتها ليست مستمدة من صناديق الاقتراع، شرعية النظام الجزائري مستمدة من إعادة الأمن إلى البلاد. لذلك كان مشروع الرئيس بوتفليقة ومشروع المصالحة والوئام إلى آخره. لذلك فحسابة الجزائر كذلك معقدة، لأنها تخشى من أي تدخل عسكري في المنطقة قد يمارس من خلاله ضغط على الجماعات المتطرفة وتضطر إلى العودة إلى الجزائر لتمس باستقرارها من جديد. دكتور محمد ضريف المختص في شؤون الجماعات الإسلامية، كنت معنا عبر الهاتف من المغرب، شكرا جزيلا لك. عبد الله الناس سعود إليك، كنا نتحدث عن الأبعاد السياسية، طبعا الجماعات الإسلامية وأيضا الأبعاد السياسية. هناك فعل، هناك من يحاول تبرير بروز أيضا الجماعات الإسلامية الإسلام المتشدد بالحكم الأحادي، الحكم الشمولي، هل هناك تفسير منطقي يعني مبرر، أم أنه هذه جماعات، هناك من يقول يصير بأنه جماعات ضالة شاذة فكريا وسياسيا ولا تعترف حتى بالديمقراطية ولا بالتداول السلمي على السلطة ويجب محاربتها فقط؟ يعني أنا لو كان لي، لو اعتبرت أن هذا الجيل الذي لا زال يؤمن بحمل السلاح على أساس كما قلت لك المسألة من شقين، هناك نوايا صادقة وهناك انحرافات تأتي في الطريق نتيجة هذه التداخلات المعقدة، فلو كان لي من نصيحة لأقولها لابني، أو يعني عندما أقصد ليس ابني مباشرة وإنما ابني الجيل الجديد الذي يعني هم مؤمن في مراتب أبنائك، يعني سن أبنائك، الذي إذا ربما إذا دخل للإنترنت وجد ربما كلمة للشيخ عبد الله عزام أو كلمة أو نشيد أو كذا، ربما يؤثر ويذكر بالحور بالجنة كذا، ربما يتأثر. فأقول له يعني خاصة في الجزائر يعني أولوية الأمة الآن، أولويتنا في الجزائر هو شرعية السلطة. كل ما كانت الجزائر محصنة بشرعية الحكم بشرعية السلطة، كل ما كانت في موقف يدها عليا في التفاوض، حتى لو طرحت في المستقبل ملفات من هذا القبيل عند جيراننا مالي الصحراء غيرها، ملفات دولية، يعني لو كانت الجبهة الداخلية معززة لا يضرها أي رياح خارجية، يعني حتى لو إذا قدر للجزائر
أنها تجد نفسها في وضع مثل هذا فإنها ستفاوض وتحافظ على مصالحها من منطق القوة، لأن الجبهة الداخلية محصنة. محصنة بماذا؟ محصنة بشرعية السلطة، بشرعية الحكم، يعني حكم شرعي بالأحزاب، بالقوة، بالدستور، بالبرلمان، ما إلى ذلك. فأنا أقول لابني، لو كان لني من نصيحة أقدمها لابني ولأبنائي، تعالوا نضع اليد في اليد، كلنا يد واحدة من أجل إيجاد هذه السلطة. والطريق إلى ذلك أبدا وليس أبدا ولن يكون أبدا بطريق السلاح، لأنه وإن كان طريق السلاح في 94 في 95 بداية 93 ربما كان له بعض المبررات في الفعل ورد الفعل، مثل ما كانت تقوم النينجا بالاختطافات الليلية كذا، ربما ولدت بعض ردود الأفعال عند بعض الشباب، فحصلت بعض المزالق، بعض الإخفاقات في الفعل ورد الفعل، نتركها إلى أن تحل يعني في يوم بنقاش جاد وطني، الملف لا يزال موجود. فإن كان له من مبرر تلك الأيام فأعتقد الآن لا مبرر له نهائيا، لا مبرر له، لا مبرر شرعي ولا مبرر سياسي. طيب أما ماذا المبرر ماذا عن الحساب أنت كنت تطرح هذا، يعني موضوع التداخلات أحيانا، من يلعب خلف الستار، من يحرك الدمى، ولذلك أنا على مستوي الشخصي أصل، يعني انتهى بي الأمر إلى هذه النصيحة، أنه أي شاب الآن لا تفكر في خيار حمل السلاح لما يحمله من مخاطر. المزلق الأول قد يكون في أصلا مشروعية حمل السلاح، لأنه في النهاية أنت حامل السلاح ربما لتذهب إلى الجنة لترضي الله، فيعني أحيانا تجد نفسك في متاهات ما أعتقد أن الجنة مضمونة، لا أعتقد أن الجنة مضمونة، لأنه الإقدام على قتل شرطي أو قتل دركي أو قتل مواطن ربما مخالفك في الرأي، أو ربما وضع قنبلة هنا وضع قنبلة هناك، وخاصة إذا كان هذا مسلم، فيعني أنت ربما حتى قضية الجنة محفوفة بالمخاطر، ما هيش مضمونة النتائج. يعني أنت عندما إمكانية يعني عندما يعني هذا بس هذه الجزئية، يعني عندما أنت تأتي إلى إنسان كل الذي نعرفه عنه أنه وضعتم اسمه في الإنترنت وقلتم هذا سائح فرنسي أو ألماني أو بلجيكي أو ما إلى ذلك، هناك دبلوماسيون جزائريون مختفون، وهناك دبلوماسيون جزائريون من أهل القبلة، من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، من الناطقين، يعني فكيف يعني نخشى أن تتحول نية الجهاد الصادقة إلى أن يطبق عليك حكم الحرابة، لأنك أنت تحدد تروع الآمنين. يعني واحد جاي داي فيزا للجزائر، اسمع بها، قرأ عليها في الأطلس، قرأ عليها في الإنترنت، مانيش عارف، حبي يروح الهوغار ويشوف كيف شمسها وكيف، مانيش عارف حتى يجد نفسه مختطف في الهوغار، أجمل غروب شمس في العالم كما يعني يقول. بعدين أنت ممكن يجد نفسه بين مفاوضات بين حكومته وبين جماعة مختطفته، إما تعطونا مليون يورو وإما نقطع راسه، وكل ذلك باسم الدين. فلذلك يعني نحن حتى هذه فيها مزلق شرعي الحقيقة، يعني يجب أن ينتبه أبناؤنا أنه لو افترضنا في الأصل هو لا يجوز اختطافه، لكن لو افترضنا أن المبررات التي دفعت إلى الاختطاف وتبادله بالمال، لو هذه المبررات كانت على أساس أنه خطر على الدين، خطر على العقيدة، خطر على الأمن، خطر على الإسلام وكذا، لو كان يعني تمت التحريات وتمت الدراسة وفعلا وجدنا أن هذا الإنسان فعلا كما نقول عندها حتى شرعا لا يجوز مبادلته بالمال، فإذا لماذا لا يفترض، يعني لا يجوز شرعا أن تبدل إنسان خطر على الدين وخطر على الإسلام تبدله بالمال، فإذا كان المبادلة لا تجوز بالمال فما بالك إذا كان بريء في الأصل. يعني قضية أنا أريد من أبنائي وإخواني أن يراجعوا بدل المرة 100 مرة الموقف الشرعي من هذه المسألة. الموقف الثاني اللي هو السياسي، الموقف السياسي في هذه المسألة، أزمة الجزائر ليست في حمل السلاح، أزمة الجزائر ليست في تشكيل تنظيمات مسلحة، قاعدة أو جماعة مسلحة وما إلى ذلك. قلنا إذا كان هناك 5% مسوغ مبرر في 94 في 93 ممكن الناس تتفهمك بشكل أو بآخر، أما الآن وخاصة وأن القاعدة تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي لا يحمل المطالب
التي يطالب بها الشعب الجزائري. يعني هو يحمل مطالب دولية، يعني تلقى أوامر من الظواهر، يتلقى أوامر من القيادة العالمية، وهذه بالنسبة للمواطن الجزائري ما لا تسمن ولا تغني من جوع. فإذا هي من كتقييم شرعي تحتاج إلى إعادة ضبط شرعي من جديد، وكتقييم سياسي أيضا ليس لها مبرر. يعني هناك معركة الآن، هناك معركة الشعب الجزائري الحمد لله، لعلك تلاحظ في خلال السنة سنتين الماضية المجتمع المدني بدأ يتحرك، الحقوقيون، أنت يعني هذا الشباب الذي كان مكمم، يعني أمثال ياسين وأمثال هذا الشباب الذين يتحركون هنا وهناك، يعني خلاص عرفوا طريقهم إلى إعادة الشرعية. كيف بعيد عن العنف، بعيد عن إسالة الدماء، بعيد عن حمل السلاح، وهذا ما يزعج النظام، وهذا اللي إن شاء الله هذا الطريق هو الأقصر، ودون أن تعود الجزائر إلى الدماء الذي بفضل الله إن شاء الله سوف تعود السلطة الشرعية إلى الشعب الجزائري من خلال هذا النضال السلمي، وبالتالي لسنا بحاجة إلى حمل السلاح. طيب الآن لأسباب لمحظورات شرعية كما قلت ولا يتسع المجال للسرد فيها، ولمحظورات سياسية لا يفيدنا حمل السلاح لتحقيق مطالبنا السياسية في الجزائر. طيب الوقت يضغط في 30 ثانية، طبعا هناك معطى الآن، هناك تهديد، هناك حرب مقبلة في جنوب الجزائر، الحدود مع الجزائر، ومخاوف من تداعيات كارثية على المنطقة. ما هي المقاربة الممكنة؟ ما هي الحسابات الممكنة؟ المخاطر الممكنة في اعتقادك؟ هل يمكن تلافيها بمقاربة دينية مثلا، بالاقتراب من هؤلاء دينيا، هذه الجماعات التي ترفع شعار الإسلام؟ هل هناك إمكان؟ هذا هو الإشكال. هذا أنا لعلك لاحظت أنا في بداية حديثي عملت ربط بما حدث في باكستان ويحدث في الجزائر، أنه من طبيعة هذه الملفات أنها تستثني المجتمع المدني في التدخل. عندما أقول المجتمع التدخل يعني معناه لا حق للسياسيين ولا للشرعيين ولا للأكاديميين ولا لحرية الإعلام لأن يعاين الموضوع على الأرض، وإنما أنت فقط عليك ما نسرب لك في الإنترنت وما نسرب لك من, من, من أخبار هي التي تبني عليها برامجك اللي ما تمام. هذا اتفاق بين المخابرات الجزائرية وبين المخابرات الدولية، معناه ما فيش أي ضمان. الذي نطالب به أن يستلم المواطن عليه أن وين ذاهبين أنتم، وين ماشيين، قولونا. يعني أنا لا أسمح حقا نمشي عيني مغمضين وتأخذي في ملفات. هل تتطور الأمور باختصار، الوقت يضغط، هل تتطور بحكم تجربتك، أنت تشبه السيناريو بالسيناريو الأفغاني، هل تخشى ما يحدث في شمال مالي يتطور إلى يصبح بتمظهرات ما يحدث في أفغانستان؟ واضحة الأمور، قلت لك العناصر التي بدأنا بها هي العناصر الثلاث: تدويل، تنظيم جهادي يحمل نوايا صادقة ولكن في انحرافات في الطريق لأن الأمور معقدة، لا 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 فهمه لمقاصد الشريعة ولا تجربته في الحياة ولا فهمه لفقه الأولويات ولا فقه المآلات تمكنه من استيعاب من الحفاظ على النية الصادقة أن لا تتوه في المتاهات. ثم بعد ذلك جهة أمنية اللي هي مخابراتية ماسكة الملف، وبالتالي الإخفاق. ها هما الآن الأمريكان في أفغانستان بعد كل هذا اللفة الكبيرة، الدورة الكبيرة تاع 10 سنين، عشرات الآلاف من القتلى من الغربيين ومن الأفغان ومن الباكستانيين، ها هما الآن رجعوا إلى التفاوض مع الطالبان وفاتحين مكتب في قطر الآن وبدأوا التفاوض من جديد. فلماذا تفرضون علينا أن تدخل الجزائر مرة ثانية في دوامة من الدماء ثم بعد 10 سنوات نقول الله أخطأنا؟ لا، نريد أن نوقف الخطأ من اليوم إن شاء الله. عبدالله أنس خبير في شؤون الجماعات الإسلامية، شكرا جزيلا لك. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من الحدث المغربي، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.